طيب خلونا نروح، وزي ما قلت ملف التعليم النهارده فيه خبر هنتكلم عنه، لانه برضو احنا محتاجين في حاجتين في الجامعات وفي المدارس. نبتدي بالجامعات وتحديدا في كليه الطب المنصوره، الخبر لازم احنا نقف عنده كده شويه لو كنا عايزين تعليم بجد. 1200 طالب في السنه السادسه بطب المنصوره، دول خدوا صفر في الجراحه، مش لان هم ما حلوش، لكن هم اعترضوا على الامتحان بحجه ان هو صعب. الواقعه بالظبط كانت من حوالي شهرين في 16 نوفمبر 2017 في امتحان الجراحه العامه. الطلبه بعد حوالي 35 دقيقه من زمن الامتحان خدوا بعضهم خرجوا وسابوا ورقة الأسئلة وسابوا طبعا اللجنة، احتجوا على الامتحان واعتبروا أنه الأسئلة جاية صعبة وأعلى من قدرتهم. الانسحاب كان انسحاب جماعي طبعا، اللي حصل ده عمل أزمة في الجامعة وقتها، فبالتالي الجامعة اتحركت وشكلت لجنة لتقصي الحقائق علشان تعرف حقيقة القصة، واتبعت الامتحان لثلاث كليات طب في جامعات مختلفة في القاهرة وفي عين شمس وفي اسكندرية علشان اللجنة تطمن وتحسم وتشوف يعني هل مستوى الامتحان كان عادي ولا صعب زي ما فعلا الطلبة بيقولوا. وفقا للجنة قالت ان النتيجة لما طرح الامتحان ده على ثلاث كليات او ثلاث جامعات، قالوا ان الامتحان كان في مستوى الطلبة وما هوش صعب، وادعاءات الطلبة ما كانتش حقيقية، وبالتالي اللجنة ما وقفتش لحد كده، لكن اوصت ان الطلبة اللي انسحبوا بالشكل ده كلهم كده بشكل جماعي زي ما انسحبوا جماعي ياخدوا صفر.